أن يكون مظنة لهلاكهم وإضلالهم. طلع عليهم بزينته وبدناديشه وبسياراته وبذهبه، قالوا له عمي على كيفك، تهدى شوي شوي على كيفك. قال لهم شنو يعني؟ ها؟ إنما أوتيته على علم عندي. شايف نحن شو نقول؟ عندنا ألفاظ ترى مثل قارون، ما عندنا مثل قارون. الله شو يقول عن قارون؟ يقول: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مو الكنوز نفسها، مفاتيح الكنوز، مو الكنوز، لا، مفاتيحها لتنوء بالعصبة أولي القوة. ذول الجماعة الأقوياء تميل بيهم المفاتيح، ما يقدرون يشيلوها. شو يملك هذا؟ شقد يملك؟ احنا مرات هم ترى نحكي نقول الله انا شناطيني، الله شناطيني، شو مسوي انا حتى يصير بي كذا؟ طبعا هذا من جهل الانسان، من جهلي اقول هذا الكلام. المعصوم ماذا يقول؟ لانه يعرف الله، عندما يسبح الله يقول: سبحان من لا يعتدي على اهل مملكته، سبحان من لا ياخذ اهل الارض بالوان العذاب. اجي انا اقول شو مسوي؟ المعصوم يقول سبحان الله اللي ما ياخذ اهل الارض بالوان العذاب. بعد هذا الرجل كان يعيد كل شيء لنفسه، لما عنده من معية، من ذكاء، من تخطيط. والحقيقة أن المؤمن الحقيقي المسلم المطيع يعيد كل خير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المؤمن الحقيقي، يقول أنا ما عندي خير، كل هذا اللي عندي من الله تبارك وتعالى. هاي الكلمات تهد الحيل، تزيل النعمة، تهد الجبال. إن شاء الله بالأيام اللي يكون فيها الدعاء، عن الحديث عن دعاء كمال، نذكر بعض الأحداث، لكن خلي أذكر لك واحدة، قصة واحدة، وهذه القصة حقيقية وأمثالها كثيرة تحافظيها. يقول واحد من التجار، كان تاجر كبير، إجا صديق إلى، شاف حالته سيئة، ما عنده شيء أبدا. قال له وين أموالك؟ وين محلاتك؟ وين بيوتك؟ قال كأني أعرف السبب. وقارون يقول إنما أوتيته على علم عندي. يقول له هذا الصديق يمكن أنا أعرف شنو صار بي. قال له ليش؟ انتبهوا يا أخواني وأخواتي، يا أبنائنا وبناتنا، شبابنا، إحنا الآن في نعمة نسأل الله أن تدوم، أن يحفظها من الزوال. زين؟ قال له أنا فد يوم راجع للبيت شايل وياي أكياس فيها رمان، الحمد لله الآن الرمان، العنب، النعمة، كانت الناس تتحسر على الخبز البيضة عمي بالتسعينات أو لمس، واحد يقول الحمد لله والشكر. شايل الرمان جاي للبيت، البيت فد حوش كبير، نعمة من الله، خير. يقول الأطفال تلقوني بالطريق أخذوا أكياس الرمان من إيدي، قاموا يكسروها. شايف هذا الرمان لما تكسر بعد يطيح بالقاع. الإمام العظيم المعصوم كان يفتح الرمانة يخلي منديل، يخلي منديل، الإمام لما يأكل الرمانة يخلي منديل. الآن ما شاء الله عندنا صحون أشكال وألوان، ها، يخلي منديل ويفتح الرمانة يحافظ على هذا الحبل ينسحق. يقول له أنا رحت قعدت هناك بل أو ضرواية الحلوة على قول تهنى، ما أدري ضرواية الضرة هذا مال الحائط، هاي بصراوية كلش، ها. يقول قعدت مرتاح والجماعة الجهال الأطفال استلموا الرمان وقاموا يكسرون به. إجت زوجتي، هذا صاحب التجارة، يقول لي إجت زوجتي قامت تضربهم على أيديهم، وهيش يكون النسوان يصيرا. قالت لهم سحبتوا جيبوا، قامت تلمه من القاع. يقول أنا منتجي مرتاح، شنو أحلى من واحد يشوف أولاده وعائلته فرحانين، يجيب اللي يريده اللي يشتهي، ماكو أحلى ترى من هذا الشيء. الله وكيله، لو تاركيننا عمي عايشين وعوائلنا وأهلنا خيبني لمليون قصر، إحنا هم منساعده، ياهو يريد حكمه، وما تقول لي ياهو يريد حكم، هاي العالم مو عايشة، هاي الدول كلها مو عايشة بأمان، بانية قصور،
كل مكان بالخليج وبرا. عمي ابني وين ما تريد من دون الرؤساء، لا زار لا طلع لا مشيخ، نام على قلوبنا وتاليها. خلي الناس عايشة أولادها يا أخي، خلي الناس تعيش يا عمي، روح ابني قصور، ما عندنا مشكلة يا جماعة. إيش حالاتها هاي القاعدة؟ لكن زلت لسان طلعت من هذا الرجل، أزالت ملكه وأزالت ثروته. يقول قلت لزوجتي تبهولها الحجاية، ها قلت لها دخليهم يلعبون، خليهم عوفي بيديهم وتونس زي ما وعلهم. يقولها أنا هاي هنا المصيبة. يقول قلت لها أنا جمعت أموال تكفيهم بعد جيل ورا جيلهم وجيل. أنا يقول قلت، بدل ما يقول الله رزقني والله ناطيني، يقولها أنا. يقول له مولانا بعد هاي الكلمة بالضبط بديت أخسر يوم ثم ثاني وثالث ورابع وخامس، إلى أن تراني الآن أنا بتعبيرنا على الحديدة، ما عندي شيء. زين، فهذا شو يقول؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. شلون بغى عليهم؟ لأنه لما طلع هالطلعة وكان عندها الشعور، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، والدنيا بها مساكين، لما خليناك بمكان معين وصبغنا صابعنا مو رأسا عمي الطوق روحك بمية طوق، أريد بس نسلم عليك، ماكو انت مو من عندنا وبينا، وذاك اليوم احنا قاعدين يمك، ها خلينا نشوفك بوي، أريد نقعد يمك، مو كنت تمشي يمنا، مو كنت تمشي ويانا حالنا حالك، شش مالك تدخل للمجلس وياك خمسة يمشون وراك؟ عمي احنا ما نكت لك ربعك، احنا اولاد عمك، صح لا لا ابوي؟ مو اكو ناس عندما يرون ذلك، تطرق اليها سماحة الشيخ البارحة في خطبة الجمعة امس، الرواتب الفاحشة واحدة من اسباب الظلم الاجتماعي والشعور بالقهر في هذا البلد. هذا التفاوت الان عندك بالبلد، واحد ياخذ 160,000 ما يكفلنا كراوي، اجرة سيارات ما يكفلنا ابدا، اذا في يوم يغلط ياخذ تاكسي معناها انتهى، راح نص الراتب. زين، وواحد ياخذ رقم ما اعرف حسبانه، ما اعرف اقول ايش قد الشهيد، راتب من رواتب بعض المسؤولين مال شهر يعادل راتب الشهيد اكثر من 10 سنوات، شهر يعادل راتب الشهيد اكثر من 10 سنوات، وكل واحد صعد شي يصيح؟ يصيح الشهداء السجناء المضحين المظلومين. النعمة ما تحفظ من الزوال بالحكي ولا بالشعارات، تحفظ بالعمل بالأداء. البغي الله يقول فبغى على إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم حين أصبح مظنة لإضلالهم ولإغوائهم. الالتزام بالانتماء يتطلب معرفة المسؤولية ويتطلب استعداد لإعطاء التضحيات. احنا بعد ما نلقى وقت نعرف به شنو معنى تضحيات أكثر من هالوقت، ما نلقى شهر نعرف به أكثر معنى التضحيات والصبر على الانتماء أكثر من هذا الشهر. صلوا على محمد وآل محمد. اللي ما يحضر روحه من البداية ما يقدر يجي ويوقف ويقول أنا اليوم والله ناوي أضحي، ناوي أوالي أهل البيت. توفيق عمي، حتى الزيارة توفيق، الحضور عند الحسين توفيق، البكاء على سيد الشهداء توفيق. هسه الكلام طويل عريض، لكن طالما وصلنا إلى هالفقرة، التضحيات لسيد الشهداء إشارة أشير إليها. أقول لك أنه بعض الناس يتصور ما عنده شيء يقدمه، وبعض الناس يجهل ما عنده، أكو شيء مهم عنده. بعض الناس يجهل ما عنده. رأس المال للحسين مو بس الفلوس، وللأسف الذين يجهلون ما عندهم أو يقصرون هم أولئك الذين يملكون رأس مال اعتباري. تدري أنت الآن اللي ينفق صاحب المال جزاه الله خير الجزاء،
لكن صاحب الوجه الاجتماعي والوجه العلمي لما يجي هذا البسيط أو الطالب يشوف أستاذ الجامعي البروفيسور حاضر بمأتم الحسين، هذا أنفق نفقة كبيرة يمكن تفوق أصحاب الأموال. هعني فعلى الذين ينتمون إلى هذا الطريق أن يجتهدوا في بذل ما عندهم. شو تريد أنت؟ وجاهتك الاجتماعية ترقى إلى وجاهة حبيب بن مظاهر؟ وجاهتك الاجتماعية والعلمية ترقى إلى وجاهة برير؟ الأموال اللي عندك والسلطة والعشيرة ترقى إلى زهير؟ أولئك الذين وقفوا بين يدي سيد الشهداء أبي عبد الله. طلع الحسين يعطر لهم أماكنهم، ها ليلة العاشر طلع سيد الشهداء وتبعه أحد أصحابه. كان الحسين يجلس في أماكن متعددة، يقعد هنا ويقوم يقعد هنا ويقوم. طبعا هاي المواضع يقولون بعدين كان كل موضع جلس به الحسين لا يبعد أن يكون موضع شهيد من الشهداء من أهل بيته أو من أصحابه. يبارك هذه المواضع هذه الأماكن. التفت قال له منو طلعك وراي؟ يقول له سيدي ما طاوعتني نفسي أن أتركك تخرج وحدك. الحسين لزم عيده قال خذ ما بين هذين الجبلين، خر على قدميه يقبلهما. يقول له سيدي سيفي بألف وفرسي بألف ووددت له أقتل وأنشر وأقتل وأنشر 70 مرة ولا أتركك، كيف وهي قتلة واحدة؟ إلى أن وصل إلى خيمة العقيلة، جلس عند زينب. بعد أنا ما أرد أكمل لك، إنما أكمل لك هالأبيات. بينه وبين زينب تصور الحديث مو بس كان ألفاظ، كان حديث قلوب. الحسين يوصي زينب بالصبر كأنه تسأله تقول له أخوي يعني شلون شنو المعنى؟ تريدني أنسى وذكريات الطفولة وأيام الشباب وأيامنا مع أمنا الزهراء مع أبينا أمير المؤمنين والحسن المجتبى؟ هذه الأيام شلون تنسي؟ لا تتذكر أحبائك، إنت تذكرتهم مو عيب ومو حرام، ابكي عليهم بس موها مو الآن. الآن ابكي على الحسين حبيب رسول الله. يوم القيامة تجي تقول له يا رسول الله الآن أنا قبل قليل فاقد الأحبة، ومع هذا لما ذكرتهم في المجلس بكيت لفقدك حبيبك الحسين. إيه زينب تقول له أخي ايش يقول ذاك الخطيب؟ اذكرهم واقرا مثلهم الله يرحمهم، هذول أصحاب فضل علينا ترى كلهم. تقول له اخويا ان كان تريدني انسى ابطل ناحوني عيني، خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. ايام الجنت وياك انا وتناويني. تباوع بوجه الحسين تقول له اخويا حزني على فرقاك شتان، حزني اللي يهد صلاب الجبال شيب يا اخويا روس الاطفال، اخويا فرقاك مو كلمه تنقال، ولا حمل واقول ان يوم انشاء الفراقك موت خويا وذلة عيال. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى أموات المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين جميعا والزوار، سماحة السيد والحاضرين والعلماء، أموات العلماء جميعا، وخدمة منبر الحسين رحم الله رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة، مع الصلاة على محمد وآل محمد. يدرج الحب أبو يمنى حياتي.
شفت حظ اللي يحقق امنياتي وقريب وقريب الحسين مدينه دمعه العين شفت حظ اللي يحقق امنياتي اوسع من خيالش ما اشوفك باعتقادي يا الحب اكسر بدمي وتملك كل فؤادي ولهذا السبب يا حسين احسك سر ودادي لك طول الوقت يا الغالي دايم انشدادي يقيني وكل شعوري صرت مصدر سروري احبك واللي يحب لازم يضحي وما يبالي.